اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن؟ اهلا وسهلا. هارد لك النهارده طبعا خساره منتخبنا الوطني، ولكن في النهايه بشكل عام اعتقد وجهه النظر يعني ان هي الحمد لله والشكر لله. احنا اعتقد شخصيه المنتخب ما قبل هذه البطوله حاجه وما بعد هذه البطوله شيء اخر، وجهه نظري يعني. ما اعرفش هو طبعا احنا كلنا لا نخفز عنا طبعا, يعني وكنا طبعاً يعني المنتخب وصلنا في الاخر للامل الكبير. يعني البطوله واقفه على اخر ضرب جزاء فبنقول الحمد لله طبعا لعيبه ادت اللي عليها وده اهم حاجه في حدود الامكانيات والقدرات. بيلعبوا مع فرقه قويه فرقه كبيره. مجمل الماتش النهارده طبعا لو هنشوف بقى بعيد عن القتال من فرقه مصر وبذل المجهود من اللعيبه كلهم, انما انت بتلعب فرقه عندها امكانيات وبتنقل وكانت اعلى منك طبعا فنيا. انت قدرت بس قدرت فنيا تقاتل فنيا وبدنيا اعتقد وبدنيا لان اهلها اسباب. انت بتلعب 120 دقيقه ثلاث مرات ورا بعض مظبوط بضربات الجزاء بالضغط العصبي, كل ده لازم يستنفذ من اللعيبه المجهود بتاعها. فهم الحقيقه كتر خيرهم في حدود اللي كان متاح النهارده. احنا يمكن اغلب الماتش عشان مش قادرين نكمل ومش قادرين نطلع بالكوره, انت هجمت يمكن كل شوط هجمتين بس. والحقيقه كان في ضغط كبير من فرقه السنغال. عايز اقول للناس وعايز اقول للجمهور, افتكروا بس انتوا قبل ما نروح بطوله الامم الافريقيه ما كانش حد عنده امل ان احنا مثلا نطلع دور ال 16, وده اللي احنا والبدايه كمان كانت صعبه. لو تفتكر اول نيجيريا خسرتنا من نيجيريا اكدت توقعات الناس, انما تدرجنا في الاداء ما بين ماتش طبعا غينيا والسودان, وبعد كده ابتدينا بقى مع كوت ديفوار وبتاع ابتدت التكتيك يبان شويه في الملعب او يبان بشكل كبير شكل شوية. فرقه ابتدى يبقى في شكل فرقه شكل اداء شكل طريقه لعيبه ظهرت كمان, ودي من يمكن ايجابيات البطوله ان انت ظهر عندك لعيبه على مستوى عالي. كلهم الصغيرين الحقيقه محمد عبد المنعم احمد ابو الفتوح يعني ظهروا طبعا بمظهر ممتاز فوق الممتاز. ابو جبل طبعا, عمل مستويات غير عاديه, وانا اعتقد انه لو كان يعني وصلنا وخدنا الكاس كان ممكن ياخد حراسه المرمى يعني افضل حارس في البطوله الحقيقه, لانه كان عليه عامل كبير في ان احنا صعدنا للنهائي. تجربه قويه جدا لمنتخب مصر وده الاهم مع السنغال اللي هنقابلها في التصفيات. أيوة. والماتشين اللي رايح جاي, ودول طبعا مباريات طبعا مهمه جدا لا تقل اهميه عن بطوله افريقيا اللي انت بموجب المباراتين دول هتطلع كاس عالم اللي هي البطوله الاكبر. الحمد لله انك وصلت وشرفت مصر من خلال الاداء ومن خلال النتائج مع فرق قويه. يمكن احنا السنغال ما كانش مشوارها صعب زي مشوار منتخب مصر. منتخب مصر قابل فرق قويه جدا جدا وفرق كلها مرشحه. وبعدين عشان الناس برضو تاخد الامور يعني بهدوء شويه, اتفرجوا على الفرق اللي هي كانت مرشحه للبطوله زي الجزائر وزي تونس, خرجت من الادوار ما وصلتش لنهائي ولا قبل نهائي. فدي تتحسب برضو المنتخب مصر. ان شاء الله نبص دايما للي جاي. بشكر طبعا اللعيبه كلها وبشكر الجهاز الفني, ومن قبل دول كلهم طبعا جمهور مصر اللي انسهر بقى ما فيش اهلي زمالك انديه تانية وشجع مصر بكل حماس لغايه اخر دقيقه. الناس اللي راحت النهارده 10 طيارات راحت الكاميرون تؤازر الناس, بنقول لهم هارد لك وان شاء الله باذن الله يعني الامل كبير في المنتخب ده في الفترات اللي جايه. طيب انا شكرت كارلوس كيروش وقلت ان هو راجل كويس جدا وقلت على لعيبه منتخبنا هايلين وكل حاجه, ولكن ما زال عندي والحمد لله ربنا كرمنا كنادي اهلي وامبارح كسبنا مباراه مونتري بنقص كبير من اللاعبين اللي موجودين في المنتخب. ما عندناش كل ده, ما عنديش اي فيه مشكله وساندنا منتخبنا طبعا لان ده واجبي ودوري كمصري وكل حاجه, ولكن سؤال حضرتك مش مقتنع بمحمد شريف, اولا خدته ليه؟ ثانيا يعني طول البطوله المباراه السابقه وعدت, طيب النهارده حتى لما في الوقت اللي انت محتاج فيه محمد شريف ما بتنزلوش,
طب حضرتك ما انا كسبت، انا النادي الاهلي كسب على فكره امبارح والموضوع خلص وانتهى. هو ليه حضرتك بتعمل كده مع محمد شريف؟ حاجه غريبه جدا. انا بالنسبه لي علامه استفهام كبيره يا كابتن حشيش. انا شكرت طبعا المدرب وقلت ان هو رائع وهايل وكل حاجه، ولكن علامه استفهام كبيره جدا. وغفرنا للماتش اللي فات انه ينزل 7 دقائق ويخرجه، ودي كانت حاجه ممكن تقتل اي لعيب، انما طبعا لعيبه الاهلي لا ومحترم ومحترم محمد شريف محترم، اي امتعاض وهو خارج، وخرج في هدوء وساند الفرقه. مزبوط. انا تخيلت بقى انك هتديله طالما ابتديت تنزله، لا كابتن مش هتديله كمان، انا اسف، مش هتديله مثلا بتقول له مثلا اتفضل خد، لا ولا لا انت بتجامله ولا لا بتاع، لا انت بتدي الواحد افضل راس حربه موجود في مصر وافضل هداف في مصر خلال السنه اللي فاتت. وانا بالأرقام. كنت متخيل اسلام كمان ان المباراه كانت محتاجه في التوقيت اللي نزل مروان، لا محتاجه محمد شريف، لان المساحات والناس تعبت، كمان فرقة السنغال تعبت. شريف سريع وحركته كبيرة، كان ممكن يبقى الاستفادة منه قوية جدا. انت مش عايز محطة تانية، صح؟ انت مش هتفضل تدافع لغاية اخر الماتش، لان برضو هو النهاردة كان مراهن برضو تالت على ضربات الجزاء، فكان عمال يعني يمط في الوقت شوية ان احنا نوصل لكده. بس ضربات الجزاء يعني التوفيق مش هيبقى معاك كل مرة، كل مباراة يعني ما ينفعش ان التوفيق يبقى معاك كل مرة. كان لازم في الاخر تنزل بقى الناس اللي نازلة دي، تقدر يعني حتى توقف الضغط اللي على منتخب مصر. احنا جينا في الاخر، انت عارف الكور يا دوبك الديفنسي بيطلعها واحدة بتترد بتمسك بتتقلب هجمة خطر. مزبوط. على المنتخب مصر. مزبوط. فهو انا ما اعرفش ايه يعني وجهة نظره في موضوع شريف. انا الحقيقة يعني متضايق جدا من الموضوع ده، لانه انا النادي الاهلي اهو كسبت. أيوة انا ما بتكلمش على حاجه اهو، امبارح كسبت والدنيا مشيت والحمد لله، المنتخب وصل للنهائي واللعيبه هنا موجوده واللعيبه هنا موجوده وكسبانين وكل حاجه، ولكن هو ايه ده؟ يعني حاجه غريبه جدا، نظر غريبه. وبعدين فعلا لو انت مش مقتنع بيه تماما، لان هو خلاص يا اخي ما توديه. السيناريوهات اللي شفناها بالنسبه لشريف بتقول ان الراجل ده مش 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 في دماغه، صح؟ يعني ما حاولش يفكر. حتى بقول لك يعني الفتره اللي نزله فيها يسحبه عشان كان ممكن يسحب حد تاني. انما هو له فكر، يعني طبعا مش عايزين نخوض. لا لا خالص، هو مدرب كبير بصراحه. لان التكتيك في الملعب والوقفه اللعيبه والمش الحاجات صحيح. دي كلها نقدر نتكلم فيها ونقول ان هو استطاع ان هو يقود منتخبنا في الثلاث مباريات بشكل تكتيكي جوه الملعب هايل. ولكن انا بستغرب جدا يا كابتن من مثل هذه الامور. طبعا. ليه؟ لانه امر بالنسبه لي من الاول انت مش عايزه، خدته صحيح. ليه؟ صحيح صحيح، مع انك انت من الاول كنت استبعدته، ده هو قفشه من الاول خالص. بالظبط. اول ما جه، وحتى في كاس العرب برضه، ما انت ما لعبتوش كتير، كنت بتلعب مروان على طول كل المباريات. بالظبط. خلاص انت اقتنعت بيه كراس حربه مع الناس اللي جت المحترفين، يبقى خلاص. مروان ده هو كان مروان طبعا لعيب كويس كل حاجه، ولكن هو كان متاخد بالنسبه لكارلوس كيروش في اخر القايمه. بالظبط كده. يعني بالظبط هو اختار 25 وبعد كده 3. مظبوط مظبوط. انا الحقيقه حاجات غريبه جدا الواحد يعني. احنا أوكي. احنا بقى نفسنا ان الامور هديت خالص نفكر صح. البطوله نفكر صح، ومحتاجين برضو ان هو يطلع يعني يوضح للناس بعض الحاجات اللي حصلت. طبعا عليك يا كابتن، اتمنى يعني دي مهمه قوي. اتمنى. ومش هتعيبه ان هو انا والله انا مقتنع بفلان الفلاني، وانا كنت واخد مثلا شريف ك يعني بديل لو احتاجته ابقى نزل، يعني يقول لنا بس الوضع بس. يعني بالظبط. ويوضح بقى الفتره اللي فاتت. طب هل ده جائز؟ طبعا المفروض المفروض، لان انت داخل على مرحله ثانيه. ما كانش ممكن يقدر يقول الكلام ده، لان كان في كاس عرب، وبعدين طلعنا بعديه على الكاميرون، الوقت كان ضيق قوي، مش وهو لسه كمان ما كانش حط دماغه في التشكيل الاساسي اللي حتى ابتدى بقى يثبته بعد مباراه نيجيريا، وبقى زي ما قلنا قبل كده يبقى في شكل للفرقه. ايوه. انما احنا دلوقتي الامور هديت وعندنا وقت، صحيح الماتشين بتوع التصفيات في مارس، انما عندنا متسع من الوقت انك ترجع وتوضح كده، تعمل مؤتمر وتوضح الكلام ده كله، وتدي فرصه بقى، بس تدي فرصه بصدر رحب للناس المتخصصه تسال على حاجات معينه، الطريقه اللي انت لعبت بيها. انا لو قعدت في المؤتمر الصحفي ده هسال السؤال ده. بجد. طبعا. ان انا نفسي اعرف اجابته. تفتكر هيرد؟ معرفش بصراحه، ما يردش، بس انا بقول لك ما هو انا نفسي اعرف اجابته. لو هو زي ما حضرتك بتقول كده، يعني انا بجد والله مش عشان شريف، صحيح، لكن انا عايز اعرف ايه الفكره في ان انا اخد لعيب
بالظبط، وبعدين ما لعبوش، وبعدين انزله 6 دقايق 7 دقايق، وبعدين اطلعه بالظبط، وبعدين في الاخر اقول لا عشان كرات الجزاء. وفي ناس بتطلع تدافع بهذا الشكل وبهذا بالزبط. الكلام تقول لك اصل معلش عشان ضربات الجزاء. انا عايز ضربات جزاء ايه؟ طب ما تطلع اي حد تاني. انا عايز اقول لك 120. انا عايز اقول لك حاجه تانية يا اسلام، يعني شريف طيب ممكن عشان الناس ما تلاقيش اتجاهنا ناحيه شريف، عبد الله هو فين عبد الله السعيد صحيح؟ انت خدته لعبته جزء، بس انا ماليش دعوه بعبد الله، انا عايز اتكلم عن انا بكلم تحديدا. اصل بص يا كابتن، انا دلوقتي ارقام محمد شريف بتقول ايه؟ ها؟ بتقول ان محمد شريف افضل مهاجم في مصر. بالظبط كده. خلاص؟ بالظبط كده. افضل هداف في مصر. هداف الدوري الموسم السابق. صحيح. هتقعد تقول في ارقام، هتقول 1 2 3، وبالتالي انا واخد لعيب هداف. طبعا هداف. فايه الفكرة؟ والطبيعي انه يبقى رقم واحد، او على الاقل يبقى فيه، او يبقى على الاقل اول تبديل ليه، يعني اول تبديل ليه، وكان في فرص ان هو ممكن يديله، فان طبعا يعني يتجاهل بالشكل ده والموقف اللي حصل. لا ما يعني انا محتاجين تفسير. انا بس بالنسبه لي عشان كل اللي بيتفرجوا علينا، انا مش بتكلم علشان احنا خسرنا ولا حاجه لا قدر الله، انا قصدت ان انا ما اتكلمش في الانترو الاولاني لانه حبيت ان انا يبقى هناك رساله دعم واضحه لمنتخبنا الوطني من خلال شاشه قناه الاهلي، لانه احنا هنفضل ندعم منتخبنا الوطني، هندعم بلدنا، ندعمش حاجه ثانيه، هندعم بلدنا، فهنفضل دعم وفي ظهر منتخبنا الوطني، ولكن هناك بعض السلبيات اللي هتكلم فيها، مش هسكت، هتكلم فيها برضو. يعني ولو شريف تلاحظ ان احنا او غير يعني هو الشريف النهارده لو نزل ما كان هيفضي لتريزيجيه. انا عايز ايد كلامك فنيا، ان احنا بعد المباراه اللي فاتت بتاع الكاميرون، بعد الموقف اللي عمله ما طلعناش اتكلمنا ولا علقنا ولا قلنا كلمتين طبيعي برضو، بس حاجات وسندنا ده ودعمنا طبعا. بس طبعا انا عشان كده بقول لك دلوقتي احنا محتاجين بقى ان يبقى فيه تفسير، لا ما يسيبش الناس بقى ايه يعني تروح في حتت وفي اماكن. اطلع وضح. برافو عليك يا كابتن، اطلع وضح. اتمنى ان يكون هناك مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش، او لما يرجع ان شاء الله بعد ما يرجع باسبوع كمان يكون عمل تقريره وعمل حاجته، ويطلع يرد على اسئله الناس المتخصصه في كره القدم وفي الفتره السابقه ايه اللي حصل، 1 2 3. الايجابيات الحقيقه اللي واضحه جدا اكتر كتير من السلبيات، ولكن هناك سلبيات يجب ان يتم شرحها للجميع. صحيح. ان شاء الله اتمنى ان ده يحصل. هارد لك لمنتخبنا الوطني، هنقفل هذه الصفحه وهنتكلم عن الاهلي في المونديال. النادي الاهلي يمثل مصر في مونديال الانديه خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا يا كابتن، وللاسف الشديد، ولكن عموما يعني دايما انا لما باجي اتكلم اليومين اللي فاتوا ما كانش في مسانده لنادي الاهلي بشكل كبير الحقيقه، طبعا لان المسانده كلها كانت رايحه لمنتخبنا الوطني خلاص. فهم البعض كان بيتحجج بهذا الموضوع، لانه على الرغم من على فكره كلنا كنا بنساند المنتخب، وكلنا كنا بنساند يعني هنا في القناه بنساند الاهلي. المشكله ان انت تساند في نفس الوقت، لان ده دي مصر وده مصر برضو، مش النادي الاهلي. الله ينور عليك. يعني الله ينور عليك. ايه المشكله انك تساند؟ فالحجه خلصت. الحجه خلصت. يعني اذا كان هناك على الرغم من المنتخب اولى وابدى من اي شيء، ولكن منتخب بطوله الامم كلها خلصت، وبالتالي يجب ان يكون هناك مسانده كبيره للنادي الاهلي خلال النهارده. انا مش بطلبش حاجه يعني. صحيح. النهارده وبكره بالظبط، او حد يعني بقيته، او الاثنين والثلاث. صحيح. هو ده اللي احنا بنطلبه، وان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي في اولى مبارياته مثل مصر ورفع خير التمثيل. ورفع راس امبارح. مظبوط. يعني الحقيقه ماتش امبارح ماتش يعني عالمي بالنسبه للنادي الاهلي في حدود الامكانيات اللي موجوده من اللعيبه، ومش عايزين نقول الكلام بقى المعاد تاني، اللعيبه كتيره اللي مصابه، لعيبه المنتخب الاساسيه. أيوه. انت بتلعب بتشكيله يعني فيها بدلاء وبدلاء البدلاء اللي كان. هنتكلم اكتر يا كابتن عن هذا الامر، ولكن زي ما قلت لحضراتكم احنا كده هنقفل صفحه منتخبنا الوطني، وهنتكلم عن النادي الاهلي ممثل مصر في كاس العالم للانديه، واتمنى ان الجميع يقف مع النادي الاهلي خلال بكره وبعد. بس انا مش طالب حاجه ثانيه، طالب الاثنين والثلاث ان شاء الله. اتمنى ان يكون الاعلام المصري والشعب المصري بالكامل في ظهر النادي الاهلي خلال مباراه بالميراس، لان ان شاء الله ان شاء الله يكون هناك انجاز كبير ان شاء الله لو النادي الاهلي فاز ووصلنا للمباراه النهائيه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كواليس بعثه النادي الاهلي ووجهه نظر الكابتن حشيش في مباراه امبارح والمباراه القادمه، ولكن بعد هذا الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني اقول لحضراتكم بيان النادي الاهلي: لاعبو الاهلي يعودون الى القاهره ثم يتوجهون الى ابو ظبي غدا. استقر النادي الاهلي على عوده لاعبيه الدوليين مع بعثه المنتخب الوطني الى مطار القاهره بعد المشاركه في نهائي بطوله كاس الامم الافريقيه امام السنغال، وان يمكث اللاعبين بعض الوقت في مطار القاهره ثم التوجه إلى أبو ظبي مباشرة للانضمام إلى فريق الأهلي الذي يشارك في بطولة العالم للأندية. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان قد أجرى محاولات عديدة في اتجاهات مختلفة خلال الساعات الماضية لسفر طائرة خاصة من الإمارات لنقل لاعبي الأهلي من الكاميرون إلى أبو ظبي، لكن تبين أن الاتصالات المكثفة ودراسة الموقف كاملا أن سفر الطائرة الخاصة لن يثمر عن توفير وقت أكبر حال عودة اللاعبين من الكاميرون للقاهرة ثم التوجه إلى أبو ظبي. وتأكد أن سفر الطائرة الخاصة يحتاج إلى موافقات تستغرق بعض الوقت بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات في مطار الكاميرون. وفي ضوء ما سبق كان قرار عودة اللاعبين للقاهرة ثم التوجه إلى أبو ظبي. طيب زي ما قلت لحضراتكم خلينا بقى نروح لزميلنا أمير هشام من الإمارات أو من أبو ظبي أيضا لنقل كل أحداث بعثة النادي الأهلي وإيه اللي حصل النهاردة كالعادة. أمير اتفضل. ازيك أمير الأول؟ ازيك يا كابتن إسلام، تحياتي ليك وتحياتي للكابتن وهارد لك طبعا ولكل جماهير ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. قلت له يا كابتن هارد لك طبعا. خسارة منتخبنا الوطني النهاردة بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأعتقد خسارة البعثة كلها كانت تنتظر أن يكون هناك فوز، ولكن هذه هي سنة الحياة وهذه هي كرة القدم. بالضبط، يعني هارد لك لينا كلنا كمصريين، هارد لك الوطن العربي كله اللي كان بيساند منتخبنا الوطني النهاردة. بصراحة منتخب مصر يعني ما قصرش، عمل كل اللي عليه. مشوار أكثر من صعب في البطولة، أنك تلعب أربع نهائيات ورا بعض، كوت ديفوار في المغرب في الكاميرون، وتعدي وتوصل برافو عليك. حلوة كلمة أربع نهائيات دي يا أمير. الجزاء الترجيحية. بالظبط، يعني هو ده فعلا ده اي ماتش، يعني مصر مع كوت ديفوار ده كان نهائي، مصر مع المغرب نهائي، مصر مع الكاميرون نهائي، مباراه النهارده مباراه نهائيه. في كل الاحوال مجهود كبير جدا من لاعبي منتخبنا الوطني اللي مصبر الواحد يا كابتن اسلام، ان احنا ابتدى يبقى عندنا منتخب، عندنا فريق كويس، عناصر بقينا عارفينها، بقينا عارفين اسماء اللعيبه الاساسيه في منتخب مصر. اللي مصبرنا اكتر واكتر كمان ان البطوله بتاعت الامم الافريقيه هي السنه الجايه على طول، مش هنقعد لسه سنتين. والاهم بالنسبه لنا كلنا باذن الله واحد احد ان احنا نعوض ورجالتنا يعوضوا بالوصول لكاس العالم عن طريق السنغال باذن الله يا رب. فيعني حاله من الحزن كانت كبيره بصراحه كابتن اسلام بعد انتهاء المباراه بفوز السنغال. الكل كان متاثر جدا، الناس قعدت في الغرفه او في القاعه اللي كنا بنتفرج فيها على المباراه متنحين، يعني باللغه العاميه كده شويه، مش مصدقين، لان احنا فرصنا كانت كبيره في ضربات الجزاء. عندنا ابو جبل بصراحه ما شاء الله عليه، ربنا يحميه، حارس عالمي مش قليل. ما كانش فيه توفيق لعبد المنعم رغم انه عامل بطوله اكثر من رائعه وعظيمه جدا جدا. مهاد لاشين برضه لعيب راجل لكن ما كانش موفق، وهي دي ضربات الجزاء وهي دي كره القدم. كل يعني كان حزين، لكن ان شاء الله باذن الله متفائلين بالقادم لمنتخبنا، ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل وافضل ونوصل كاس عالم، وباذن الله ناخد الامم الافريقيه السنه الجايه يا كابتن اسلام. يا رب ان شاء الله. وكالعاده بنقفل صفحه وبنفتح صفحه، قفلنا صفحه منتخبنا الوطني على الاقل مؤقتا لحين المساندة إن شاء الله الواجبة لمنتخبنا خلال الفترة القادمة. ولكن دلوقتي عندنا مهمة تانية للنادي الأهلي، ممثل مصر في كأس العالم للأندية، ومهمة تبدو صعبة أيضا في ظل أن أنت كسبت مونتريال امبارح، وفي واحدة من المستحيلات اللي كانت بتتقال، يعني كان هناك بعض المستحيلات خلال الفترة السابقة، منها أن النادي الأهلي يكسب أولى مبارياته، ولكن النادي الأهلي صنع المستحيل وكسب أولى مبارياته. ولكن المباراة القادمة من وجهة النظر الفنية أصعب كتير، وعندك لعيبة جاية من المنتخب، عندك لعيبة مصابة من ناحية الإحباط، يعني معنويا مصابة معنويا، عندها إحباط كبير بعد خسارة منتخبنا الوطني. وبالتالي إيه اللي بيحصل دلوقتي وإيه اللي هيحصل بكرة برضو أمير تقول لنا من النهاردة؟
طب يعني هو اكيد مبدئيا هيبقى في شغل كبير وعمل شاق من الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي مع عناصر منتخب مصر، وازاي يتم تهيئتهم نفسيا لمباراه بالميراس بعد الاخفاق في كاس الامم الافريقيه. ده شغل هيبقى كبير جدا هيقوم بيه كابتن سعد عبد الحفيظ ومستر بيتسو موسيماني والجهاز المعاون بكل تاكيد، وان شاء الله ينجحوا في هذه المهمه. عايز بس اوضح حاجه كابتن اسلام بخصوص اللاعبين العائدين باذن الله الدوليين الخمسه بتوع النادي الاهلي اللي جايين من الكاميرون. كان في محاولات مستميته برضه عشان ده يبقى توضيح لجمهور النادي الاهلي، لان البعض مش فاهم الامر كويس وزعلان شويه متابع السوشيال ميديا، فحسيت الناس يعني ليه يا جماعه فيش طياره خاصه تجيب اللعيبه. لا لازم نوضح الكلام ده لجمهور النادي الاهلي، يا جماعه كان في فعلا محاولات انا شفتها بعيني من الصبح على مدار ساعات متواصله في محاولة توفير طائرة خاصة لمجموعة لاعبي النادي الأهلي في منتخب مصر، بحيث ان الطائرة دي تتحرك من هنا من أبو ظبي تروح على الكاميرون تاخدهم ويرجعوا. بس يعني تم اكتشاف ان الموضوع مش هيفرق في حاجة في عامل الوقت، لان الاجراءات بتاخد وقت كبير جدا جدا وموافقات كتيره جدا. والكابتن محمود الخطيب في الحقيقه يعني بنفسه توصل وعمل اتصالات على جميع المستويات لمحاوله حل هذه الجزئيه وان هم يجوا بشكل اسرع، لكن كان الوقت هيكون اكتر. فتم اكتشاف ان المصلحه تقتضي ان هم يرجعوا مع المنتخب للقاهره باذن الله سالمين، ومن ثم هيقعدوا بالظبط ساعه او اتنين بالكتير في مطار القاهره، يتحركوا على طول على ابو ظبي ويوصلوا باذن الله بكره العصر بالكتير هيكونوا موجودين هنا مع البعثه، يعني تقريبا نفس المده اللي كان هيتم استغراقها في حاله استقلال طائره خاصه. انضموا للبعثه وكل الامور باذن الله هتكون كويسه، وان شاء الله يتم تجهيزهم بشكل مميز. فيما يتعلق ب يعني برنامج الغد بكره هيكون في مسحة الساعة 10:30 الصبح لجميع عناصر البعثة بشكل كامل، وهي مسحة المباراة، وإن شاء الله بإذن الله الكل يبقى سلبي وكل يبقى جاهز لمباراة بالميراس. بعد المسحة هيكون في الاجتماع الفني الخاص بهذه المباراة، بعد كده في الفندق ميعاد الغداء، بعد كده هنروح للمؤتمر الصحفي بتاع مستر بيتسو موسيماني. وحتى الآن الاتجاه إن تدريب النادي الأهلي يكون على الملعب الخاص بتدريبات الاهلي، مش على الملعب اللي هيستضيف المباراه، لان هو نفس الملعب ملعب آل نهيان. ففي توجه عند الجهاز الفني بقياده مستر بيتسو موسيماني ان المران يكون في ملعب التدريب اللي بيقام كل يوم في نفس هذا الملعب. تقدر يعني تحدد لنا اللعيبه الدوليين هيوصلوا الساعه كام؟ هيكون بعد مؤتمر صحفي التدريب، وبعد كده الامور تمشي بشكل عادي يعني. اتفضل يا كابتن. بقول لك تقدر تحدد لنا اللاعبين الدوليين هيوصلوا الساعه كام ان شاء الله الامارات؟ لا ده هيترتب على تحرك طائره المنتخب من الكاميرون، هي طياره خاصه في الكاميرون اكيد، فعقبال التحضيرات وكل هذه الامور يتحركوا باذن الله. بمجرد ما يوصلوا للقاهره باذن الله هيبقى زي ما قلت لحضرتك كابتن اسلام ساعه اتنين بالكتير، وهيطيروا على طول ان شاء الله في اتجاههم لابو ظبي بالكتير بالكتير على العصر، يعني هيكونوا متواجدين مع الاهلي هنا في ابو ظبي ويتم تجهيزهم بالشكل الامثل. سؤال مهم تاني، محمد الشناوي هيكون متواجد مع اللاعبين؟ اتفضل. محمد الشناوي حريص على التواجد، عايز يجي عايز يآزر الفرقه في كاس العالم للانديه. اخر معلومه عندي ودي المعلومه دي كانت الصبح، هو مش مسجل في القايمه لكن هو عايز يجي يآزر الفرقه بما انه كابتن من كباتن النادي الاهلي، وطبعا لعيب مهم وخبرات عظيمه جدا. لكن معلومه اخر معلومه كانت عندي النهارده الصبح ان الشناوي عنده اصرار كبير ان هو يوصل مع اللعيبه الدوليين لابو ظبي عشان يآزر فرقه النادي الاهلي. حصل تعديل في المعلومه دي او لا؟ ده يعني بناء على اتصالات اللي حدثت بعد انتهاء مباراه مصر والسنغال ما بين الكابتن سيد وما بين محمد الشناوي، والامور كلها حبان، واكيد اي جديد في الجزئيه دي انا هبلغ بيها طبعا قناه الاهلي وكل زمايلي في القناه، ده امر مؤكد يعني. تمام، اذا يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله في تمرينته اللي هتبقى الخفيفه ما قبل المباراه. ان شاء الله كل التوفيق للجميع، ان شاء الله الكل يكون خلف نادي الاهلي. بعد ما قفلنا صفحة منتخبنا الوطني نبص بقى لممثل مصر في كأس العالم للأندية، والكل الحقيقة يبقى واقف وراه إن شاء الله ابتداء من بعد بكرة إن شاء الله في المباراة الهامة جدا. أنا بشكرك جدا زميل العزيز أمير هشام، زي ما حضراتكم عارفين دائما أمير بيجيب لنا كل الأخبار الخاصة ببعثة النادي الأهلي. من الواضح جدا أن الخمس لاعبين بكرة هيكونوا موجودين يا كابتن، يعني انا خمس لاعبين الدوليين يعني طبعا انا وجودهم طبعا
مع فريق النادي الأهلي، يعني أنا أعتقد أن الدعم النفسي اللي هيعملوه أكتر من الدعم العملي في الملعب، يعني لأن برضو اللعيبة جاية من أجواء مختلفة خالص، بقى لها شهر بتلعب تحت ضغط عصبي، لعيبة منهم لعبت المباريات، غالبية المباريات أو كل المباريات، فمجهدة جدا جدا، مع الطيران من الكاميرون للقاهرة لأبو ظبي هيوصلوا ليلة المباراة. ما اعتقدش ان موسيماني هيستعيد بحد فيهم، غير مثلا ممكن لو هو في دماغه مثلا محمد شريف، لان محمد شريف يعتبر ان هو يعني ما لعبش، فبالتالي مش مجهد يعني. انما السولية، حمدي فتحي طبعا اجهاد جامد، ايمن اشرف برضه، السولية حتى واضح عليه جدا، وحمدي ايمن اشرف ممكن لو حب برضو. بس هم طبعا اكيد برضه يعني لسه يعني اكيد متاثرين بخسارة البطولة والمنتخب وراجعين، يعني عارف أجواء تانية خالص. فأعتقد زي بقول لك إن هو هيبقى الدعم النفسي كبير جدا وجودهم في وسط لعيبة النادي الأهلي. لعيبة النادي الأهلي الحقيقة يعني إحنا كلنا كنا بنقول بس يا رب إيه يكملوا بس الفرقة بالبدلة إنهم يقدروا يأدوا المباراة. لا، إحنا اتفاجئنا بحاجة تانية خالص، أداء على أعلى مستوى، يعني نتيجة وأداء. ممكن مثلا تعمل النتيجة مثلا كورة بالحظ، إنما أنت بتلعب مباراة قوية، بتلعب مع فرقة من أقوى الفرق اللي ممكن تلعبها، لها اسم عالمي، مصنفة من ضمن الفرق العالمية. لما تعمل قدامها كده وبالأداء الكبيرة اللي شفناها الحقيقة امبارح، وفي لعيبة كمان يعني مكاسب كثيرة خلال المباراة بتاعت امبارح، منها رامي ربيعة لما رجع، طاهر محمد طاهر، ديانج شفناه في أعلى مستوى، مغربي ما كان موجود، يعني الحقيقة الناس أدت بشكل كبير. أنا عايز أقول لك إن فيهم لعيبة مثلا ما لعبتش قدام الجمهور الكبير اللي كان موجود، جمهور النادي الأهلي اللي هو السبب الرئيسي طبعا في المكسب امبارح والتشجيع. انت امبارح بتلعب كأنك في مصر، مظبوط، يعني ما بتلعب في مصر بقاش فيه جمهور ده العدد ده طبعًا. انت امبارح بتلعب في استاد كله طبعا مصريين، تشجيع على اعلى مستوى، ده كان له اثر ايجابي على الفريق يعني. طيب كابتن حشيش استاذنك هطلع بس نروح نشوف ماذا قال المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي و رئيس بعثة النادي الأهلي، نشوف ماذا قال عن مباراة امبارح وعن كل اللي بيحصل في بعثة النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف هذا اللقاء ونرجع نكمل مع كابتن محمد حشيش. تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، مستمرين معاكم وكواليس الأهلي في المونديال، ومشاركة مهمة وفعالة كمان للفريق بعد الفوز على مونتيري في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والاستعداد لمباراة بالميرس في نصف نهائي نفس البطولة. إن شاء الله الأهلي يكون موفق، لكن خليني أقول لحضراتكم أن في هذه اللحظات عندنا لقاء غاية في الأهمية مع المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق هنا في أبو ظبي. باشمهندس برحب بيك في البداية. أهلا بيك يا أمير، وأهلا بكل السادة المشاهدين والأهلوية الجمال. دعني بس في الأول لازم أنعي أسرة طبعا. الطفل ريان المغربي اللي الحقيقة يعني هز مشاعر العالم أكيد. كله، وأسأل الله سبحانه وتعالى له يعني الشهادة، وأنه يكون يعني سبب في دخول والدي الجنة إن شاء الله. والحقيقة حاجة تحزن، كلنا حزننا على هذا الحادث المؤسف، لكن ربنا لطيف وربنا كريم، إن شاء الله نحسبه من الشهداء، وبإذن الله تبقى يعني يبقى هو ده سبب دخول أبوه وأمه الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. موقف صعب على الأمة العربية كلها في الحقيقة، مش أسرته ولا الشعب المغربي بس، لكن كمان كان في حرص كبير جدا من البعثة هنا النهاردة الصبح قبل مران الأهلي، الكل اتجمع في نص الملعب وقرا الفتحة لريان. الحقيقة والكابتن الخطيب يعني كان متأثر جدا، ويمكن لما اتكلم معانا الصبح قال لنا احنا النادي الأهلي طبعا نعاه زي طبعًا. ما العالم كله نعاه، وفي نفس الوقت خدنا يعني قرار ان احنا نوقف دي احداث البعثة بأكملها قبل مران اليوم، وحقولي هذه حال الدنيا، وربنا يا رب يرحمه ويعني يصبر أهله يعني يا رب، يصبر كل الأمة العربية يا رب إن شاء الله بإذن الله. لكن خلينا كمان بقى نتكلم في المونديال بظروفه يا باشمهندس، لأن الوضع كان صعب
وكواليس كتير جدا، وانا لازم اتطرق مع حضرتك ليها لان حضرتك تواصلت مع الفيفا مرارا وتكرارا في عز القصه بتاعه تعارض مونديال الانديه مع كاس الامم الافريقيه، وكنا بنحاول نشوف حل، وحضرتك تحديدا كنت بتحاول تشوف حل من خلال علاقاتك مع الاتحاد الدولي لكره القدم. قول لي في البدايه ايه اللي حصل في التوقيت ده لحد ما وصلنا ان خلاص ما فيش اي حل وكان لازم نشارك بالشكل ده. والله طبعا احنا من اول يوم ما عرفنا ان في حته تلاحم ما بين التوقيتين، ما بين بطوله افريقيا يعني او الافكون وفي نفس الوقت كاس العالم للانديه، احنا عملنا يمكن اكتر من 3 اجتماعات وبرده كان بتوجيهات من رئيس النادي كابتن محمود الخطيب بكل الاطراف اللي هم بنسميهم الستيك هولدرز، يعني كان الاتحاد المصري لكره القدم وكان الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي واللجنه المنظمه هنا في لكاس العالم. والحقيقه كنا بنحاول نوصل لاي حل، لان طبعا ما ينفعش النهارده انك انت بتعمل بطوله عالميه زي دي وتبقى طبعا في نفس الوقت يبقى في بطوله افريقيا واحنا كنادي اهلي يعني اكتر فريق عنده لعيبه في الاتحاد سواء اللعيبه يعني المحليين الدوليين اللي هم المصريين او اللعيبه الاجانب سواء بدر بنون او ديانج معلول او ديانج. لكن الحقيقه كنا متخيلين ومتوسمين ان الناس دي هتتفاهم هذا الموضوع، الموضوع هيمشي، ويمكن في حصل تصريح من رئيس الاتحاد السابق ان الاهلي هيلعب بكامل نجومه، فالحقيقه حتى بعتنا له جواب شكر بالزبط. لكن للاسف ما حصلش، ودي طبعا الحقيقه لو قلت يعني حاجه مفروض ما تحصلش من الاتحاد الدولي، يعني ما ينفعش برضو الاتحاد الدولي ينظم بطوله عالميه زي دي ويبقى في نفس الوقت في بطوله مهمه جدا وهي بطوله صح. افريقيا. وطبعا احنا كنادي الاهلي ويمكن الكابتن خطيب وضح ان احنا طبعا لازم نقف مع منتخب مصر أكيد. والحمد لله ان احنا النادي الاهلي طول عمره دعم لمنتخب مصر، مش بس في افريقيا، مش بس في الكوره، لا في جميع الالعاب، البلد ليها حق علينا، لكن برضو في نفس الوقت احنا بنمثل مصر وافريقيا في بطولة عالمية. فالحقيقة كان موضوع دمه تقيل، لكن ده الحقيقة ما خليناش نفقد الثقة. اولا احنا عندنا لعيبة على اعلى مستوى، النادي الاهلي وادارة النادي الاهلي وفرت للجهاز الفني لعيبة على اعلى مستوى، فحتى لو في نقص احنا كان يعني عندنا برضو رجالة، والحقيقة يعني ظهروا امبارح. عايز اتطرق لامبارح وللرجاله دي في الحقيقه، لكن عشان اقفل ملف الفيفا وعشان جمهور الاهلي كله يعرف ان النادي نفسه ما قصرش في محاوله ايجاد حل للمشكله دي، كان ايه مبرر الفيفا ردهم عليكم يا باشمهندس؟ كان بيقول لكم ايه؟ مش هنعرف ناجل ليه او مش هنعرف نعدل ليه؟ ما عندهمش مبرر، ما فيش يعني رد. يعني يمكن اخر اجتماع احنا عملناه هنا في الفندق هنا ما جم زارونا الفيفا قال لك احنا متفاهمين وعارفين ان الظروف صعبه، لكن احنا حاولنا زي ما بيقولوا لكن فشلنا. قلت لهم يعني انتوا فشلتوا تاجلوا البطوله 4 ايام؟ يعني احنا بنتكلم على 4 ايام. قال لك اصل هي البطوله كانت الاول في اليابان في ديسمبر وبعدين اتنقلت عشان كورونا اتنقلت، فاحنا في ظروف استثنائيه والكلام ده. يعني بص الحقيقه مبررات بدون حاجه ملموسه يعني خالص. يعني هم حتى فشلوا انهم يردوا، لكن هنقول ايه، احنا برضو يعني احنا كنا جايين تعاملنا مع الموقف، عندنا طموح الحمد لله ربنا كرمنا عشان الجمهور العظيم اللي بيقف يعني في الاخر يعني طبعا احنا عندنا رجاله كان شكلهم عامل ازاي في الملعب امبارح، لكن برضو لازم ادي حق الجمهور بتاعنا اللي بيقازر الفرقه 90 دقيقه يخلي الحجر ينطق. فالحمد لله رب العالمين بفضل الله ثم بجمهورنا العظيم اللي هو بيبقى معانا وواثق فينا سواء في ظروف استثنائيه او ظروف صعبه، ربنا سبحانه وتعالى كرمنا عشان الناس دي ترجع مبسوطه. لكن انا عايز اقول حاجه يا امير، اتفضل. زي ما احنا كلنا متعودين وزي ما تربينا في النادي الاهلي احنا بنقفل الصفحه بتاعه مونتري، بنفكر دلوقتي في الماتش الجاي، عندنا ماتشين، طموحنا كبير وثقتنا كبيره جدا في لعبتنا، ويمكن الكابتن خطيب دلوقتي على تواصل مع اداره البعثه في الكاميرون ازاي نقدر نجيب لعبتنا باسرع وقت. اخر التطورات في الملف ده بقى ايه؟ احنا شغالين يمكن دلوقتي كان الكابتن خطيب بيكلمني وكان في زي كونفرنس بيني وبينه وبين العمري فاروق ان احنا ايه اسهل طريقه نجيبها وشغالين فيها، وان شاء الله باذن الله نجيب لعبتنا بكره باذن الله بعد ما يكونوا فازوا باذن الله تعالى بالنتيجه المباراه النهارده مع السنغال،
ويكون ربنا يكرمنا، لان في الاخر احنا كلنا عايزين مصر طبعا بطله افريقيا جيد. واحنا بقالنا كتير غايبين عن بطوله افريقيا كمصريين، فان شاء الله باذن الله ربنا يكلل جهود فريقنا القومي بنجاح، وان شاء الله يتغلبوا على السنغال ويجيبوا لنا كاس البطوله وفرقتنا تجينا بكره، وباذن الله تعالى يبقى الماتش الجاي يبقى بنلعب على الاقل يبقى وجود الفريق الاساسي بتاعي، لان زي ما انت عارف احنا حتى في اما ايدنا الفرقه ايدنا اللعيبه الخمسه الاساسيين بتوعنا. طبعا احنا عندنا غيابات كاصابات زي كابتن الفرقه الشناوي طبعا الشناوي او اكرم توفيق وبدر بنون طبعا، لكن ان شاء الله باذن الله تعالى يقولنا، وان شاء الله يبقى يعني نحاول نحقق طموح جماهير النادي الاهلي العظيم باذن الله. في جزئيه مهمه حضرتك اتكلمت فيها يا باشمهندس، وهي جزئيه ثقافه الاهلي وعقليه الاهلي، ان انت حتى ما بتكسب انتصار مهم زي الانتصار بتاع امبارح في ظل الصعوبات الكتير بتقفل، بتفرح في نفس اليوم، بس تاني يوم بتقفل الصفحه وبتركز في الماتش اللي بعده والتحدي اللي بعده. لكن انا عايز اتطرق لما قبل مباراه مونتيري، وحضرتك رئيس بعثه النادي الاهلي، اكيد كان ليك دور كبير جدا في الحديث مع الجهاز الفني واللعيبه علشان الظروف والاجواء، معنويا ممكن اللعيبه تتهز شويه باصابه زمايلهم، حاسين ان هم ناقصين شويه، اكيد كان في دور اداري قوي جدا جدا في المرحله دي. بص احنا يعني اولا احنا متربيين جوه النادي الاهلي طبعا. عارفين كل واحد عارف مسؤولياته، احنا كسواء رئيس بعثه او اداره البعثه كلها جايه عشان ايه؟ حاجه واحده بس، انها تدي الدعم والسبورت وتطلع الفرقه بتاعتنا من اي اجواء بره، ان هم بس يكونوا مركزين في الماتشات بتاعتهم والبطوله العظيمه اللي احنا فيها دي، اللي احنا ربنا يعني مشرفنا ان احنا سابع مره النهارده بنشارك فيها. وجود طبعا كابتن محمود الخطيب ده له اثر كبير قوي في 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 نفوس الفريق، وان هو يجي لنا امبارح ويفضل قاعد مع الفرقه ويتكلم معاها، وجود الكابتن حسن حمدي كداعم وهو يعني الرئيس الاسطوره للنادي الاهلي، وجوده في وسطنا برده ما فيش شك ان ده له دافع. جماهير الاهلي العظيمه دافع كبير، اللعيبه الرجال اللي انا كنت شايف، والله انا يمكن حتى كنت بتكلم مع كابتن خطيب اول امبارح بقول له يا كابتن باذن الله تعالى ربنا هيكرمنا، انا شايف كان في تفاؤل واضح بصراحه عند البعثه، الفرقه مركزه وقد ايه عايزين يثبتوا وجودهم، وفعلا زي ما بنقول الاهلي بمن حضر وربنا كرمنا زي ما قلنا، باذن الله نقفل هذه الصفحه نفكر في الماتشين اللي جايين او الماتش اللي جاي بالذات، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نعمل حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. اخيرا عشان ما اطولش على حضرتك، رساله لجمهور النادي الاهلي اللي دايما بيحب بطوله كاس العالم للانديه وعنده طموح كبير قوي فيها، وبنحلم في يوم من الايام ان احنا ناخد كاس العالم، مش بعيد علينا كاسم كبير زي اسم النادي الاهلي. بص يعني اصلا ما فيش حاجه تقدر تعبر عن اللي اقدر اقوله جماهير النادي الاهلي، زي ما قلت ودايما بنقول جمهور النادي الاهلي ده اعظم جمهور في الكون. جمهور النادي الاهلي ده هو الدرع والسيف، جمهور النادي الاهلي ده بعد ربنا سبحانه وتعالى هو السند، جمهور النادي الاهلي ده هو العجله اللي بتدفع اي واحد زي ما قلت لك تخلي الحجر ينطق. فالحقيقه يعني ربنا يكرمنا بجمهورنا، ربنا يجعلنا دايما سبب سعاده جماهيرنا الاهلاويه خاصه والشعب المصري عامه ان شاء الله، وباذن الله تعالى ربنا يكرمنا ونقدر نعمل حاجه كويسه ونحقق الطموح بتاع جماهير النادي الاهلي ان شاء الله، ونتقابل تاني ونبارك لبعض بالوصول للنهائي باذن الله واحد احد يا رب ان شاء الله بوجودكم معانا. وانا الحقيقه لازم اشكر طاقم قناه الاهلي اللي الحقيقه يعني لا يدخروا جهد ولا وقت انهم يعملوا حاجه كويسه يشرفوا بيها الكيان طبعا. اللي هو اللي هم بيحملوا هذا الشعار والرمز النادي الاهلي ده واجبنا، وطبعا بنشكرك على اللقاء ده يا باشمهندس، وكل التوفيق لحضرتك ولكل المسؤولين في النادي الاهلي والفريق باذن الله في طول كاس العالم. بنشكرك شكرا جزيلا يا باشمهندس. شكرا طبعا. ده كان لقائنا مع المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق هنا في ابو ظبي، كلام كان مهم جدا وكواليس اكتر كمان كانت مهمه عرفناها من خلاله. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم من تحديات في كاس العالم للانديه، مبدئيا مباراة بالميراس كل التركيز منصب عليها مباشرة تاني يوم بعد انتهاء مباراة مونتيري، وان شاء الله الاهلي يكون موفق ونفرح اكتر واكتر بفريقنا في نهائي كاس العالم باذن الله تعالى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، زي ما حضراتكم شفتوا كلام مهم جدا قاله المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه النادي الاهلي في الامارات. بالعكس كمان احنا اللي بنشكر كل اعضاء النادي الاهلي او رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي على كل التسهيلات الحقيقه اللي قاموا بيها
خلال الفترة السابقة علشان نقدر ننقل لحضراتكم كل هذه اللي بيحصل في بعثة النادي الأهلي. ده بيبقى دايما من خلال تسهيلات دايما بناخدها من النادي الأهلي ومن مجلس إدارة النادي الأهلي. كلام مهم جدا قاله المهندس خالد مرتجي، ولكن خلاص اتعرف ان البعثة هتيجي النهاردة على القاهرة ان شاء الله، وبكرة ان شاء الله يرجعوا مرة اخرى الخمس لاعبين الدوليين، معاهم بقى الشناوي او مش الشناوي ايضا بكره هيبان ان اذا كانوا هيرجعوا ولا لا بكره ان شاء الله. هو طبعا يعني زي ما قلنا طبعا بنشكر طبعا مجلس الاداره على محاولاته ان هو طبعا اللعيبه تسافر بطياره خاصه على طول، بس امير وضح ان يعني هتلاقي الوقت كمان هو يبقى هو يعني، وانا اعتقد ان برضو وصولهم ان شاء الله باذن الله مع اللعيبه خلاص احنا بقينا الاثنين يعني هيبقى صعب مشاركتهم في المباراه يوم الثلاث. ان شاء الله باذن الله يكون لهم دور بقى لو ربنا سهل، وان شاء الله عدينا المرحله اللي هي بتاعه نصف النهائي دي ولعبنا النهائي كلهم ان شاء الله ادوار. فرقه النادي الاهلي طبعا في البدايه واحنا رايحين زي ما بقول لك نتيجه للظروف ما كانش حد يعني بيقول ربنا سهل بس يبقى الشكل حلو واللعيبه تادي وتعمل اللي عليها. انما من الاداء اللي شفناه الحقيقه يعني امبارح اداء قوي جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي، اللعيبه تحس انها عندها ثقه كبيره، حتى اللعيبه اللي بتشترك لاول مره مع الفريق قدموا مباراه كويسه، كوره حلوه الحقيقه، لعبوا بامكانيات اللي موجوده حاليا في تشكيل النادي الاهلي، وقروا طبعا المنافس كويس. يمكن اجيري اللي هو المدير الفني بتاع مونتيري عنده الحته الهجوميه والضغط العالي كان كبير قوي، فادى ادى مساحات للاعيبه النادي الاهلي انها يعني تمتلك الكوره وتلعب في المساحات الفاضيه، والحقيقه يعني وصلنا للجون اكتر من مره وضيعنا اكتر من فرصه. اتعشى من الفرص دي يعني نحاول ان احنا نستغل بقى الفرص اللي هتيجي في المباراه اللي جايه، لان المباراه اللي جايه مش هيجي لك كم الفرص دي، تلعب مع فرقه كبيره لعبتها قبل كده، المكسب يوديك او يوصلها النهائي، هيبقى مباراه قويه جدا. الكره البرازيليه بقى الجميله برضو هم نفس طريقه برضو الكره المصريه بيبداوا من تحت ويلعبوا الكره المثلثات الصغيره، لعيبه برضو عندها مهارات عاليه، بالتالي النادي الاهلي لازم يواجه الكلام ده برضو بالتامين الدفاعي برضو واللعب زي المباراه بتاعت اللي فاتت بتاع مونتيري على الهجمات السريعه في نص الملعب، مستغل سرعات محمد طاهر او لو شريف قدر لحق يعني وكان ممكن ان هو يقدر يشارك، لان اعتقد ان شريف برضو هتلاقيه من جواه عايز ان هو يشارك بقى مع النادي الاهلي ويشارك في مكانه الطبيعي ويثبت لنفسه ويثبت للناس كلها ان هو هداف الدوري وهداف مصر كلها وراس حربة مصر، فده ممكن يكون عنده الحافز. انما اعتقد زي ما قلنا قبل كده اللعيبه اللي هي مجهده زي حمدي فتحي والسوليه صعب ان هم ياخدوا مباراه، لان المباراه هتبقى برضو تقيله واعتقد ان هيبقى فيها كميه جري برضو كبيره. نعم. يعني يا رب كل التوفيق زي ما قلنا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال الفتره السابقه، الحقيقه ايضا يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمه، وعلى الجميع ان يقف مع النادي الاهلي خلال المباراتين القادمتين ان شاء الله. عندنا مباراتين ان شاء الله، ان شاء الله تبقى المباراه الثانيه ان شاء الله بعد يوم الثلاث تبقى المباراه. الدعم الكامل بقى طبعا من جمهور المصري كله طبعًا. زي ما احنا قلنا النادي الاهلي بيلعب باسم مصر، الاهلاويه بقى يعني دلوقتي يتفرغوا بقى كمان لانه كان الاهلاويه مشتتين شويه ما بين برضو المنتخب وفي نفس الوقت النادي الاهلي بيلعب، لا دلوقتي كلنا ورا النادي الاهلي مزبوط. لان ممكن النادي الاهلي يعمل انجاز ويوصل لمباراه نهائيه لا يقل انا في رايي يعني لمصر عن بطولة الأمم الإفريقية، لأن احنا بطولة الأمم الإفريقية برضو لعبنا النهاية يا جماعة، وصلنا للنهائي وده في حد ذاته بالنسبة للظروف إنجاز. عايزين النادي الأهلي زي ما عودنا دايما والفرحة الكبيرة اللي بيمثلها النادي الأهلي لينا إن هو إن شاء الله بإذن الله يوصلنا برضو للمباراة النهائية، وليه لأ ليه لأ يا عالم ربنا يسهل إن شاء الله ونبقى أبطال العالم.
كل شيء جايز، وبالتالي ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. وزي ما قلت لحضراتكم بكره ان شاء الله برضو هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره، بس هنرجع بقى في موعدنا الطبيعي الساعه 10 بالليل نكون مع حضراتكم لنقل كل ما يخص بعثه النادي الاهلي. طيب طبعا كالعاده خلونا ننتقل الى الزميلين العزيزين احمد اسامه ومحمد فارس، برضو نعرف منهم اخبار المنتخب واخبار النادي الاهلي ووجهه نظرهم في هزيمه منتخبنا الوطني النهارده، ووجهه نظرهم في فوز النادي الاهلي امس على مونتري المكسيكي. اهلا بيكم طبعا وسعداء جدا بوجودكم معانا يا احمد انت وفارس، وهارد لك طبعا لمنتخبنا الوطني، وفي نفس الوقت على الجانب الاخر مبروك طبعا لفوز النادي الاهلي امبارح، وان شاء الله ان شاء الله يبقى يكون هناك فوز اخر يوم الثلاثاء اللي جاي. اهلا بحضرتك كابتن اسلام، واهلا بالكابتن محمد حشيش. كنا نتمنى بالفعل النهارده نكون طالعين فرحانين بفوز مصر ببطوله افريقيا، كنا شايفين ان احنا نستحق، بذلنا مجهود كبير، ولكن قدر الله وما شاء الله فعل. لكن مبروك للنادي الاهلي، عزيمه الرجال قدرت تتخطى مباراه صعبه جدا، وان شاء الله ان شاء الله نستكمل المشوار ونصعد للمباراه النهائيه ونشيل لمسه الحزن على جماهير كره القدم المصريه وتحديدا جماهير النادي الاهلي. كده كابتن اسلام بنشكر حضرتك وبنشكر الكابتن محمد حشيش، واحنا هنا عهدنا بالجمهور ان الاهلي في المونديال، واكيد كمان ان شاء الله منتخبنا في المونديال، حلم ما قدرناش نحققه النهارده بس عندنا حلم اكبر اكيد هنقدر نحققه باذن الله. نشوفكم بعد الفاصل.